في وقت فيه البافاريين ينتظرون من هذه الركنية علها أن يحسب عليه مرتدة بعدها وأن يسجلون وأن يستفيدوا من تلك السيطرة التي كانت لمصلحتهم أغلب دقائق المباراة. كرة من جانب جروني عرضية خطيرة ورصية جميلة. يعاقب فايرن على إضاعة الفرص ويضربهم ويكويهم وفيدنس يسجل في سباق مانويل نوير أهم الأهداف أغلى الأهداف. يا لها من راسية صعبة صعبة جميلة في مقتل سجل مانشستر واحمرت وتحدثت الكرة تنادي مويز تحيي مويز تغمس لمويز تصفق لمانشستر وأوروبا اليوم ستشتعل في أولد ترافورد 1-0 لمان يونايتد. هنا هم البافارين هنا البافارين الهجوم المحاولة على اليمين رافينيا عرضية جميلة مانسوكيتش بالراس وصيني جميلة. هدف رائع لمسة بكرة جميلة من ريبيري أولا روبن ثانيا رافينيا ثالثا مانسوكيتش تحضير بالرأس وإشفايني قدم يسرى جميلة جميلة. هدف التعادل يصل بايرن للتعادل يسجل هدف ثمين جدا ثمين جدا في أولد ترافورد. هذا الهدف مهم للبافارين وهدف التعادل نعم يتنفس مع غوارديولا السعداء ويسجل بايرن بلمسة في متعة.